كرة النجم الليلاتي يحاول يربح الوقت عنده نقطتين ولا يظل خطا في الهجوم ضد النجم الليلاتي اللي فايت النادي الافريقي بال 26 ثانية وجزء بالمئة. فليك مهم جدا الافريقي في الهجوم، وضعية دفاعية مهمة جدا للنجم الليلاتي في الدفاع. نقطتين للنادي الافريقي ومعهم امتلاك بال 15 ثانية. خطأ لفات النادي الافريقي في مباراة دون شك، مباراة الاعصاب، مباراة التوتر، مباراة الشد العصبي، مباراة الزجاج على بعض القرارات التحكيمية. رينا مباراة وقفت في برشا مناسبات. 60-61 يسجل عندي فلا الرمية الأولى، 15 ثانية يسجل. 61-61 وقت مستقطع الآن في مباراة ولا أروع، 15 ثانية. تقلبات الفريقي، ثلاثة فترات يخرج منتصر في هذه المباراة، الفترة الرابعة يرجع فيها النجم الراتسي ولأن النتيجة 61-61، 15 ثانية. كرة النجم الراتسي، مسؤولية كبيرة في دفاع النادي الافريقي، مسؤولية كبيرة في هجوم النجم الراتسي. عمر عبيدة مقطوعة لجيمس جاستيس، جيمس جاستيس عنده الكرة قبل ثلاثة ثواني، قبل ثانيتين، قبل ثانية، يسجل وينجح جيمس جاستيس مع البزر، ينجح جيمس جاستيس مع البزر ويسجل النقطة 63 لفايت النادي الافريقي. كان هذه المباراة الأولى واليوفة بوعودها من التشويق ومن الفرجة، انتهت مع البزر 63-61 على الطريقة الأمريكية. نشكر النادي الافريقي، نشكر النجم الراتسي على التشويق الكبير اللي عايشونه، وأنا من ناحيتي نشكر حبيب الشريف، شكرا لك على حسن المتابعة والاهتمام. كانت هذه السنة الأخرى شفتوا الريبلاي بتاع رشيد الصالحي، وفرحة فرحة فرحة كبيرة للاعبية النادي الافريقي كما تشوفوا اسفل الصورة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، ونلتقي الاسبوع القادم.